الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فإن الحديث لا زال مستمرا ومسترسلا في محاولة بيان هذه الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها عن كتابه حكمة بالغة. وقد تحدثت في لقاءات متعددة عن الحكمة وعن كون هذا القرآن حكمة، وذكرت لكم في جلسات متعددة أن القرآن لما كان من هذا الأسلوب الذي ليس شعرا، والله تعالى نفى عن كتابه أن يكون شعرا، ونفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولأن الله تعالى ينفي عن هذا الكتاب أن يكون شعرا، وينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، فبقي أن هنالك لون آخر، وهو ما ليس شعرا من القول، وهو هذا الكلام المنثور. ذكرت لكم في لقاء ماض لعلكم تذكرون ذلك، وأريد أن أكرر هذا القول، أن الشعر أنسب وأوفق بلغة العاطفة والوجدان. الشعراء تسعفهم القوافي فيتحدثون عن مواجيدهم، ويتحدثون عن خيالاتهم، ويتحدثون عن رؤاهم وتوهماتهم، وهم بالتالي لا ينضبطون حتى بما يسمى حقيقة موضوعية. الشاعر ليست له هذه الحقيقة التي هي حقيقة موضوعية، ولذلك إذا استطاع الشاعر أن يبعد في القول ويذهب بعيدا في التأمل وفي التخيل، سمي شعره ذلك، سمي ذلك الشعر منه شعرا جيدا. وبقدر ما ينجح الشاعر في أن يذهب بعيدا في الخيال في تصوير المواجيد يكون شاعرا مفلقا، ولا يسأل عن الحقيقة بكل معاني الحقيقة الأخلاقية. ولذلك قالوا الشعر أعذبه أكذبه، لأن فيه تجاوزات كثيرة للحقيقة. الشاعر يتجاوز الحقيقة، يبالغ ويطلق العنان لخياله ولعاطفته، وبالتالي فبقدر ما يكون مبالغا يكون كلامه أعجب وأوقع في النفوس. فالمتنبي بالتأكيد لم يكن شاعرا صادقا في كثير مما مدح به كافور الإخشيدي، مدحه مدحا كبيرا، ثم عاد فيما بعد وهجاه هجاء مرا مقذعا، وقال فيه كلاما كبيرا: جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود، حتى يقول بأن هؤلاء القوم قوم الكافور إنهم لا يمسكوا الموت روحا من أرواحهم إلا وفي يده من نتنها عود، أي أن ملك الموت يستل أرواحهم عن بعد فيستلها بالعود لكراهيتهم، ولأنهم هذه مبالغات طبعا في ولكنهم اعتبروا هذا شعرا بلغ فيه صاحبه ذروة. ولذلك إذا لم يكن المعنى جديدا، وإذا لم يكن المعنى غريبا وطريفا، لا يسمى شعرا، بل يسمى نوع من النظم إن شئنا. وحتى بعض الشعر الذي كان يسمى شعرا حسنا كانوا يقولون إن المعنى فيه إن هذا الشعر ليس فيه ماء وليس فيه رواء. بعض الشعر الذي تحدثوا عنه: ولما قضينا من منا كل حاجة، ومسح بالأركان
من هو ماسح، وشدت على حدب المهار رحالنا، ولم ينظر الغادي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الحديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. قال فيه بعض النقاد: هذا شعر لو فتشته لم تجد فوقال زاد على أن قال كذا وكذا. فكل كلمة بليغة وعجيبة وغير متوقعة تجعل هذا الشعر شعرا من هذا القبيل. إذا فالشعر كما قلت معرض العاطفة غالبا، معرض العاطفة. ولذلك إذا صار الشعر شعرا عقليا يبرد ويجمد ولا يبقى له ذلك الرواء. ولذلك شعر الفلاسفة وشعر ابن سينا وشعر بعض هؤلاء كان شعرا في درجة دون الشعر الأول، الشعر الذي تطلق فيه الأعنة للخيال. إذن هذا ما يتعلق بلغة الشعر. لكن لغة النثر لغة أخرى هي تحمل الحكمة، لا تحفل ولا تهتم بالتنميق اللفظي، بل هي النثر الجيد هو النثر الذي يؤدي لك المعنى من غير ما تطويل، وفي نوع من الإيضاح، وفي نوع وباستعمال ألفاظ جزلة وقوية. والنثر شيء آخر. وبينت لكم أن بعض المستشرقين عول على هذا حينما قال إن العرب لم يكن لهم نثر، ولذلك لم يكونوا أمة لها ثقافة ومنطق وعقل وقضايا أو بحوث عقلية للدليل أنها ليس لها إلا الشعر، أي لها العاطفة دون العقل. هذه سبق أن ذكرت لكم أن زكي مبارك فند هذا وقال لعل كثير من نثر القضاء، وآية ذلك أن القرآن نثر في السمو وفي العلو، وما كان هذا القرآن أن يتنزل على أناس لا يفهمون النثر ولا يقدرون النثر قدره. فوجود فنزول القرآن على أمة دليل على أنها كانت متهيئة لأن تتعامل مع النثر وتتجاوب معه، وهذا وقع كثيرا. فكان العربي إذا سمع القرآن انفعل له وتجاوب معه، بمعنى أنه كان يدرك قيمة النثر الجيد. فحينما يقرأ الأعرابي ويسمع قول الله تعالى فاصدع بما تومر يسجد، غير مؤمن يسجد، فيقال له لما سجدت؟ قال سجدت لجلال هذا الكلام. فهو يشعر بمعنى ما معنى فاصدع، اصدع بما تومر. الآن عندنا ربما الإنسان نحن لا ندركها ولا نقدر هذه الكلمة قدرها، ولكن اصدع هو بمثابة تصورها هذا الإنسان السامع كأنه شخصا يوجد داخل مكان مقفل كزجاجة أو قنينة أو شيء من هذا القبيل، فيريد أن يخرج إلى الوجود، فلا يكون متاحا له أن يخرج إلى الوجود إلا بأن يفجر ما حوله من هذه الأشياء التي تربطه. فحينما يصدع ويكسر الزجاجة أو يكسر الإناء الذي يوجد فيه يصير في الفضاء ويتعامل مع الخارج، ولكن ما دام داخله لا يمكنه أن يتعامل مع الخارج لأن الخارج يحجزه. وقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر فيه معنى تكسير كل التقاليد وكل العادات وكل المألوفات وكل الموروثات وكل ما كان العربي يرى أنه من قبيل الأشياء التي لا يمكن الحديث عنها ولا يمكن التشكيك فيها. فلما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بذلك الصدع قد فجر هذه المألوفات، وهذه كلمة، هذا فعل ربما احتاج منا إلى كلام طويل، ويحتاج ربما من علماء البلاغة إلى مقال من أجل إيضاحه، ولكن العربية فهمه بسرعة لأنه كان قد تعود على نثر جيد فصح له وتمكن بذلك أن يتعامل مع لغة القرآن. إذن ذكرت لكم هذا حين الحديث عن الحكمة، ثم إن المقام الآن هو في بيان الحكمة البالغة. والحكمة البالغة هي الحكمة التي لا تستثني مكانا ولا تستثني زمانا ولا تستثني شخصا، بمعنى أن القرآن قادر على أن يتسرب كل مسارب الحياة في كل مسالك الحياة،
أن يخاطب جميع العقول، أن يخاطب جميع النفوس، أن يداوي كل العلل، أن يخاطب كل المجتمعات. بمعنى ليس هناك مجتمع فوق الإسلام، ليس هناك مجتمعات إسلام ومجتمعات ما تحت الإسلام ومجتمعات ما فوق الإسلام. ربما خيل لبعض الناس أنهم وصلوا إلى درجة من التكوين والثقافة والمعرفة وكثرت لديهم المعاهد والمؤسسات ومؤسسات المعرفة إلى غير ذلك، فيصبح هذا الهدي القرآني بالنسبة إليهم متجاوزا، كأنه هدي كان صالحا لأمة بدائية، كان صالحا لأمة في طور من أطوار النمو لا أقل. هذه قضية يمررها ويسوقها لنا بعض الناس، أي في فترة ما بعد القرآن. فترة ما بعد القرآن هي الفترة التي ارتقى فيها الوعي وأصبح غير محتاج إلى القرآن. هذا وهم كبير. هذه المجتمعات الراقية ربما تجد نفسها في حاجة إلى القرآن الآن أكثر مما تجد المجتمعات أو تحس المجتمعات المتخلفة بحاجتها إلى القرآن. لماذا؟ لأنها ترى أن كل شيء فيه الآن ضباب، ليس هناك مرجع، ليس هناك مرجع. الآن العالم يبحث عن مرجع. مثلا يتحدث الناس كثيرا عن كلمة معينة وهي الإرهاب، لكن رغم كلامهم الطويل العريض عن الإرهاب إلى الآن لم تستقر ولم يتفق الناس على شيء اسمه الإرهاب. كل الناس يحارب الإرهاب وكلهم أشكل عليه قضية الإرهاب. ما الإرهاب؟ هل تحرير الشعوب يسمى إرهابا؟ إذن نسمي الذين دافعوا عن فرنسا وأرادوا أن يحرروها من النازية أناسا إرهابيين، لا نجلهم. لا يمكن أن نسمح لفرنسا بأن تكرم المقاومين لديها في 14 يوليوز مثلا أو كذا وتقيم لهم احتفالات كبيرة، لأنهم كانوا مجرد إرهابيين وقفوا ضد النازية. من هم الإرهابيون ومن ليسوا إرهابيين إلى الآن؟ ليس. هل يكون الفلسطيني إرهابيا؟ هل يكون من اغتصبت أرضه إرهابيا؟ هل نسوي مثلا هذا بعصابات المخدرات مثلا في كولومبيا؟ هل يستوي المجاهد في فلسطين مع إسكوبار مثلا في كولومبيا؟ هل كل هؤلاء يشملهم مصطلح واحد وهو أنهم إرهابيون؟ هل نعتبر منظمة إيطال باسكية منظمة إرهابية أم نعتبرها مطالبة بشيء معين قد تحق فيه أو قد إلى غير ذلك؟ فهل تستقبل منظمات الآن لكوسا نوسترا وإيطا وكل هذه المنظمات، هل تقبل أن تسمى بأنها منظمات إرهابية؟ هل تكون المافيا في إيطاليا بمثابة مثلا بعض المنظمات أو الجماعات الموجودة الآن، سابطا مثلا في جنوب أمريكا، هل نعتبر كل هؤلاء يشملهم حكم واحد؟ إلى الآن لا يوجد. لا نفهم الآن معنى الحرية. إلى الآن نحن نحتاج إلى مفهوم الحرية. منذ مدة كان مفهوم الحرية مائعا شائعا بحيث لا يمكن أن يقال لأحد ماذا تفعل. ثم بعد 11 سبتمبر أصبحت هناك قوانين تعتبر أن من صرخ في عمارة، لو صرخ إنسان في عمارة بكلمة أزعج الناس فقال مثلا إرهاب من باب الهزء أو السخرية، فإنه يعتبر مجرما بهذه الكلمة، لأنه رفع، لأنه يحدث للناس ارتباك. الناس الآن يتخوفون من الإرهاب، فلو أن الإنسان صرخ ولو على سبيل السخرية أو الهزء وقال إرهاب إرهاب، فأصبح الناس ينزلون بي 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 وهو يضحك عليهم يسخر منهم، فلا يسامح في ذلك الشخص، بل يقال له أنت إنسان أزعجت الناس وأحدثت لهم قلقا واضطرابا، وبالتالي فلست حرا في أن تقول ما تشاء. إذن كم هي الأشياء التي تغيرت؟ كم هي الأشياء التي تغيرت؟ دائما تتغير بحيث لا نجد الآن مرجعا في تحقيق كل الأشياء. ما هي الحرية الجنسية؟ إلى أي درجة نعتبر هذه الحرية؟ ما هي حدود المساواة؟ كيف نسمي هذه المساواة مساواة إذا كنا نرى أن بعض الناس لا بد أن يمر عبر المحكمة العسكرية الدولية وأن شعوبا أخرى تستثنى مهما فعلت من شيء إلى غير ذلك من الأشياء؟ إذن فهناك اضطراب فعلا،
هناك اضطراب كبير كبير، بحيث أصبح الآن الإنسان يشعر هل هناك شيء اسمه قيم كونية كما يسمى قيم كونية فعلا، هل هذا النظام العالمي الآن هو فعل نظام عادل، هل هو نظام يقيم وزنا للشعوب الضعيفة أم أنه يمر عبر ثقافتها وفوق أجسامها وفوق أرواحها وفوق عقولها إلى غير ذلك من الأشياء التي قلت تشعر فيها الدول المتقدمة بحاجتها إلى مرجع يحدد هذه الأشياء. هذا المرجع ولله الحمد في الإسلام واضح، بمعنى أن الإسلام وقف مع دقائق التصرفات وأعطاها حكمها، أعطى الحرية، أعطى الحرية في بمعنى واسع، لكنه لم يبح حرية الردة. الآن نختلف مع بعض العلمانيين وبعض الأشخاص في حرية الردة، لماذا لا تسمحون، يقولون لنا لماذا لا تسمحون لمن دخل الإسلام أن يخرج منه، هذا دائما في نطاق الحرية. يحتجون علينا بقول الله تعالى لا إكراه في الدين، يشككون في حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، إلى غير ذلك من الأشياء التي هناك الآن من يخوض في هذا مع الخائضين. والإسلام ليس له هذا المنطق، الإسلام عنده حكم هو حكم الردة، بل الآن أكثر الناس يقولون حكم الردة ليس له أصل في الإسلام، هذا كلام يقوله بعض الناس ممن ليسوا من أهل الفقه. لماذا كل هذا؟ لماذا لا يسمح الإسلام بالردة؟ لأنه ليس لأنه فقط يدافع عن هذا الدين، هذا الدين معروض، إن شئت أن تسلم فمرحبا بك، إن شئت أن تبقى على حالتك فأنت على حالتك، لا يلزمك الشرع بأن تكون مسلما، لكن إذا دخلت هذا الدين واطلعت على خفايا الناس وأسرارهم وتزوجت نساءهم وخالطتهم لم يبق لك بعد ذلك أن تخرج منه، لأن خروج العشرة مثلا لو خرج عشرة من الناس في وجدة دفعة واحدة قرروا أن يخرجوا دفعة واحدة من الأساتذة أو من المفكرين قالوا نتفق على أن نخرج من الإسلام ونعلن في بيان صحفي أننا تركنا هذا الإسلام، هل يكون هذا مجرد ترك أم هي حرب ضد الدين؟ هذه حرب ضد الدين ليس عملا فرديا. هل ينتهي هذا بمجرد أن يخرج إنسان؟ هؤلاء يقولون نحن دخلنا هذا الدين وعرفناه وعشنا فيه 10 سنوات فلم يعجبنا وخرجنا، فإذن هذا ليس قضية، القضية لا تفهم على أساس أنها مجرد سلوك فردي وشخصي واختيارات، لا، هذه هذا تصميم، هذا أمر فعله المشركون لما كانوا يدفعون ببعضهم إلى أن يسلموا ليكفروا. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، شوفوا الكلمة لعلهم يرجعون، بمعنى إذا لم تدخلوا هذا الدين ما بقت عندكم إشكال، ادخلوا خرجوا، ادخلوا لتقول عرفنا الدين من الداخل وصلينا مع المسلمين فوجدنا كل شيء تافهين وخرجنا، لعل هؤلاء يرجعون عن دينهم. إذن فهي حركة مناقضة للدين، فرق بين أن تدخل إلى الدين إذا شئت أو لا تدخل وبين أن تدخل لتخرب، إذن فأصبح هذا موقفا. ثم هذا الحكم الذي أراده الإسلام، انتبهوا لهذه القضية الجزئية مهمة أشار إليه بعض المفكرين العلماء المعاصرين، وهي أن هذا الحكم فيه حماية للدين كله ليس فيه حماية الإسلام فقط. لماذا؟ لأن اليهودية أو النصرانية إذا هو قرر أن يذهب إلى اليهودي إلى الإسلام أو إلى النصرانية فله في ذلك أن يقرر أن ينحاز إلى هذا الدين وأن يكون منه باقتناء فمرحبا به، أما إن علم أنه سوف يدخل هذا الدين ليعبث به قليلا ثم لا يسمح له بأن يرجع إلى دينه المسيحي أو إلى اليهودي بل يقتل لأنه مرتد، فحينئذ لن يفكر في ترك دينه. فهمتوا شنو هي؟ اليهودي يبقى على يهوديته والنصراني يبقى على نصرانيته، ما غاش نقول ندخلنا من اليهودية وجينا الإسلام، لأنه يعرف بأن طريق الرجوع ممنوع مغلق، إذا جيت فجئ باختيارك، إذا أردت أن ترجع عاملناك على أنك مسلم مرتد مش على أنك مسيحي قديم، ها؟ وبالتالي فالمسيحيون الذين ليس لهم رغبة حقيقية في أن يسلموا سيظلون على دينهم متهنين منهم، واليهود الذين ليس لهم هذه الرغبة سيظلون على، فكأن الإسلام يدعو إلى استقرار الأديان
وأن الإنسان إذا انتقل إلى الإسلام فهو انتقال أبدي، انتقال نهائي، لا يمكن بعد ذلك أن يعود إلى دينه. فكأن الإسلام يحمي الديانات الأخرى، يحميها من هذا الدخول والخروج. ها؟ الإسلام يدافع، والإسلام دائما دافع عن الديانات الأخرى، ودائما ذكر الله تعالى أنه لولا دفاع الله الناس لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. صحيح هذه الآية، لما دافع الإسلام عن الإيمان ضد الإلحاد الشيوعي، لما سقطت الشيوعية انتعشت المسيحية في أوروبا الشرقية. من الذي أسقط الشيوعية؟ من الذي أسقط الشيوعية وفضح الشيوعية كنظام شمولي؟ الذين فعلوا ذلك ليسوا المسيحيون، الذين فعلوا ذلك هم المسلمون، العلماء الذين كتبوا في فضح الشيوعية، المجاهدون الذين جاهدوا في أفغانستان، الاندحار الذي وقع للجيش السوفيتي، وحينئذ سقطت الشيوعية فانتعشت الآن أرثوذكسية في روسيا. الآن تعرفون أن بوتين أن يتحدث عن 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 عن, عن الدين كرجل متدين. بالأمس لما زار الأردن تعهد بأن يبني مكانا للحجاج الأرثوذكس، أي مكان إيواء للحجاج الأرثوذكس الذين يمكنهم أن يزوروا بعض الأماكن التي لها طبيعة دينية. إذن فصار هذا الرجل رجل رئيس دولة كانت شيوعية، ولكن أصبح الآن يبني بنايات دينية خارج البلد. سمعتها ولا ما سمعتها؟ خارج بلده. بمن كانت انتعاشه؟ بالإسلام. الإسلام هو الذي قام بالدور الكبير في إسقاط الشيوعية وفي فضح الشيوعية، وبالتالي فالديانات انتعشت، وانتعشت المسيحية واستفادت من جهاد الإسلام. هذا معنى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، هذا معنى. إذن قلت إن الحرية منضبطة، أنت حر إلا في كذا، أنت لك حرية في مجال كذا وكذا وكذا، ولكنك إن كما قلت إن العالم الآن محتاج إلى هذا القانون الشرعي، إلى هذا الفهم القرآني للأشياء، وبالتالي فليس هناك مجتمع ما بعد القرآن، كل المجتمعات تستفيد من القرآن، وسيظل القرآن هاديا ومرشدا وموجها ما بقيت البشرية. أي ما دامت البشرية موجودة ستجد البغية وستجد الجواب الشافي في القرآن. إن أوروبي واحدا يقرأ بألم وبحسرة، أوروبي موجود في دار للعجزة، لو صح له أن يقرأ قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر عندك أحد كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر، أين ولدي من هذا الذي يقوله القرآن؟ يبلغن عندك الكبر، ويرى كيف أن المسلم يكون فقيرا ويقاسم أباه وأمه الفقر ولا يتركه لدار العجزة، وكيف أن دار العجزة هي عبارة عن مزبلة للبشر، وأنها حكم على الإنسان بأنه لم يعد يصلح لشيء، لا بد أن ينتظر الموت. دار العجزة هي مكان انتظار الموت فقط. ها؟ لو قرأ المسيحي والنصراني أو أي واحد قرأ هذه الآية لرأى أنه لو كان ولده مسلما، لو كان هو مسلما لما كانت تلك النهاية، لما انتهى تلك النهاية البائسة. الآن أيها الإخوة أريد فقط أن أركز على جانب معين في قضية البقاء، أو ما سماه الله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة المستمرة المسترسلة. أريد أن أعرفكم باتجاه الآن، وأرجو أن تستوعبوا هذا الاتجاه لأنه هو حديث اللحظة، ليس في فيما يكتب الآن. الآن تعرفون أن الحركات المناهضة للإسلام كانت أمواجا متعددة، كل مرة كانوا يطلعون علينا بموضة جديدة، لكن آخر شيء أو ما يفكر به الناس الآن أو ما ينشر الآن على شبابنا هو فكرة خطيرة سيئة، مع الأسف الشديد نحن لم نولها ما تستحق من المناقشة والدراسة، ولذلك يجب
الوقوف عندها والتنبه لها ومواجهتها في أماكنها حينما تظهر. نحن نسمع الآن، وأنتم ذكرت لكم هذا كعنوان سابق، عن القراءة الحداثية للقرآن، وشيء جميل أنه كل شيء يريد أن يسوق يقال فيه حديث، وما كل حديث بالضرورة صالح، ما كل جديد يحب هو مرحب به، لأن الأصل هو القيمة للأشياء، ولكن نحن الآن طاشت السهام وأصبحنا نزل الأشياء بغير ميزانها، وما كل جديد بالضرورة هو شيء جميل. فإني وجدت لذيذ الموت غير جديد الموت غير لذيذي، قد يكون الشيء الجديد كالموت يحل بالإنسان ولكنه ليس جميلا، الحياة أفضل منه. فما كل شيء يرحب به على أن مجرد أن يكون طارئا فهو شيء جميل وحسن. هذه الموجة التي فيها مجموعة كبيرة من المقالات والتيارات تتشابك في الحقيقة، ويقوم بها أناس بدور أدوار خطيرة، أدوار شيطانية في محاصرة القرآن الكريم، بعد محاصرتنا القرآن الكريم بطرق معروفة، وتحجيم القرآن والتقليص من امتداده، هذه مسألة معروفة تاريخيا، ولكن هذه شيء جديد. هؤلاء يقولون، هذا اتجاه الآن يقول إن هذا القرآن هو عبارة عن آيات نزلت تبعا لأسباب نزول معينة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الآية تنزل بناء على سبب نزول وتجيب عن سبب النزول، وهكذا نزل القرآن. إذن فما من آية إلا لها سبب نزول، فإن الآية موجهة ومتوجهة إلى سبب النزول، فيكون القرآن بهذا مؤقتا، أي طبيعته أنه مؤقت وأنه محلي، طبيعتان، مؤقت بمعنى أنه جاء ليجيب عن أسئلة ووقائع وقعت في عهد معين، هذه الوقائع ليس بالضرورة أن تتكرر في أزمنة أخرى، الأزمنة الطارئة ستقع فيها أشياء جديدة لن تتناسب معها الآيات القرآنية السابقة. إذن فالقرآن بهذا السبب مؤقت ومحلي، أي يعالج بيئة معينة هي البيئة العربية في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية يجب أن تستوعب. هؤلاء تحدثوا وكتبوا، وجميع أو معظم الذين يتحدثون، خذوا هذه في بالكم، الذين يتحدثون في القراءة الحديثية الآن معظمهم يتحدث في موضوعين، في موضوع أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وكلهم يتحدث بالضبط هذه أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، حتى الآخر واحد فيهم تل جابري تحدثنا أسباب النزول والنسخ. شنتم ما عندكم علاقة بأسباب النزول؟ كان القرآن هو هكذا، سبب آية، سبب نزلوا آية، سبب نزلوا آية وفضينا. أما العصر فيما بعد فهذا يسمى العصر، هذه القراءة التاريخية للقرآن، أي أن القرآن يعالج تاريخا وظرفا معينا وحالة معينة أجاب عنها وانتهت رسالته. الشيء اللي كاين هذا الكلام يقول العشماوي، يقول بأن الفقهاء قالوا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة ابتكرها العقل العربي في زمن الانحطاط الحضاري، والتوقف العقلي، أو هو حكم على هذه القاعدة التي سأذكرها لكم إن شاء الله، بأنها ابتكرها العرب، ابتكرها الفقهاء ليطيلوا ليديموا ليبقى دائم امتداد القرآن، وليبقى دائم القرآن قادر على أن يفسر وقادر أن يعمل في الزمن. هذه قاعدة لا قيمة لها، وكل الحداثيين يكره هذه القاعدة لوجه الله، كلهم ضدها، هذه قاعدة لا أساس لها من الصحة. نقول أولا قبل كل شيء،
إننا في منطقنا نحن في الشرع حينما نعبر عن سبب النزول نقول نزلت هذه الآية في كذا، أي في كتب القدماء يقولون نزلت في هذه الآية في كذا، يقصدون أحد أمرين: إما أن هذه الآية نزلت بسبب واقعة معينة، وإما أنها نزلت في موضوع معين. فقد يقول الواحد منهم: هذه القصة نزلت في فرعون وقومه، فرعون انتهى أمره، ولكن هذه نزلت فيه بمعنى أنها جاءت لتتحدث عنه. ولكن بعض الناس يقول نزلت فيه فيشكل على بعض الناس ويتصورون أن فرعون وقصد فرعون سبب النزول هي موضوع نزلت فيه القرآن. هذه واحدة. ثانيا، إن كثير من الأحاديث التي فيها أن هذا الحادثة هي سبب الآية هي أحادية ليست متواترة. أرضوا بالكم، الحديث الأحادي هو الذي يرويه الفرد عن الفرد عن الفرد أو الشخص لا يصل إلى درجة التواتر. الحديث المتواتر الذي ترويه جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب، هذا الحديث المتواتر. الحديث المتواتر قطعي. الإمام الشافعي رحمه الله يتكلم عن العلم ويقول هناك علمان: علم العامة وعلم الخاصة. علم العامة يقصد به كل المعارف التي لا يسع المؤمن جهلها، أن تعلم أن الصلاة واجبة، أن الزنا حرام، أن الربا حرام، هذا علم للعامة. وهناك علم آخر للخاصة يصل إليه البعض ولا يصل إليه البعض. هذا العلم من أين يقتبس؟ يقتبس أساسا من كتاب الله ومن السنة المتواترة. هذه الأشياء التي تثبت في كتاب الله وفي السنة المتواترة قطعية، من أنكرها اعتبرناه كافرا. علاش؟ لأن التواتر دليل، ماشي دليل شرعي، التواتر دليل عقلي ماشي شرعي، عقلي. كيف ذلك؟ الناس الآن كلهم متواترون على وجود موسكو مثلا، يقول لك هذا وهذا، انت مشي موسكو ما مشيت لاش منه، فأنت لم ترى موسكو ولم تزورها ولم، فهل يصح لك أنت أن تقول لجميع الأوروبيين أنتم كاذبون موسكو غير موجودة؟ جميع الأوروبيين قالوا لك موسكو كاينة شناها، هل يصح لك أنت كمسلم أن تكذبهم؟ لا، لأن عددهم يستحيل يمنع أن يكونوا قد اتفقوا على هذه الأكذوبة. إذن فما اجتمعوا على أن قالوا موسكو موجودة إلا لي. يقولنا الميكروبات، كل طبيب يقول الميكروبات، أنت لم ترى الميكروبات، هل يجوز لك أنت كمسلم أن تقول للأطباء أنتم تكذبون ليس هناك شيء اسمه الميكروبات؟ لا يجوز، لأن عدد الأطباء الكثير كلهم متفقون على الميكروبات، وقد رأوها بالتلسكوبات وقد عالجوها ولهم لذلك شغلهم هذاك. إذن فلا يجوز لك أن تقول ذلك، لأن مش غير من مسألة شرعية، من ناحية أي كل شيء كان الناس قد أجمعوا على ثبوته ورؤيته فهو مش على الفكر، على مش على فكرة، على رؤية، على شيء حسي. فلذلك قلت إن الدليل، إن التواتر دليل قطعي. نعم، بعض الأشياء ليس لها هذا الأمر، هي أحاديث تثبت بأحاديث. أردوا بالكم هذه القضية، أحادية ليست قطعية. هناك أشياء تتم مثلا حتى في العقيدة تأتي بأحاديث أحادية، ما موقفنا نحن منها؟ يقول العلماء، يقول الشافعي خاصة، شوف الكلام ديال العلماء كي موزون. يقول الشافعي: إن الذي يأتي بحديث أحادي يغلب عليه في بحسب الصناعة أنه صحيح، نقول له نأخذ بذلك الحديث.
ومن لم يأخذ به نقول له يجب أن تأخذ به. لكن من أنكره، من لم يعمل بذلك الحديث وأنكره، هل يقال له أنت كافر؟ لا يقال له أنت كافر. فأخذك أنت بالحديث الأحادي كأخذك بشهادة الشهود. شهادة الشهود إذا شهدوا لديك تأخذ بشهادتهم، والشهادة مع ذلك ليست قطعية لأنك تعمل بها. لكن من رفض أن يأخذ بشهادة الشهود نقول خذ بشهادة الشهود. فإن قال لا أخذ بشهادة الشهود لأن عندي مطعنا في فلان وفي فلان، هل نقول له لقد كفرت بأنك رددت شهادة الشهود؟ نقول له لا، ما نقولوش لا. لو ترك، لو رفض شيئا في القرآن نقول له، نقول له كفرت. لماذا؟ لأنه ثابت وقطعي. لكن من أنكر شهادة الشهود، ها؟ من أنكر حديثا أحاديا أو فهل نقول له كفرت؟ لا. ومن هنا نأتي بالأحاديث لاحتفل العقيدة في قضايا المهدي المنتظر وكذا وكذا وكذا. بعض الناس تسامح في ذلك، لم يرى بذلك بأسا. من لم يؤمن بالمهدي المنتظر لا نقول له أنت كافر، ها؟ مع أن البعض يقول بأن في أحاديث متواتر أو غير متواتر. على كل حال هذه أحاديث أحاد، فليأخذ بها الآخذون ممن تطمئن قلوبهم لها، ولكن من لم يأخذ بها فلا يلزم بأن يقال له بأن هذا الحديث حديث ضروري أو لا بد أن تأخذ به. نعود للموضوع. فهذه الأسباب التي هي أسباب النزول معبر عنها بأحاديث أحادية. بعض الأسباب معبر عنها بأحاديث أحادية إذا ليست قطعية. كيف يكون القرآن ماضيا في القطعية بعبارته لكننا نحن نحجزه ونمنعه بأحاديث أحادية؟ فبتشغل فرنا الحديث القرآن دال على ما دل عليه قطعا، فتريد أنت أن تصطنع له سبب نزول بحديث قد لا يكون قويا، وتقول إن هذه الآية كذا 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 مقصورة على فلان. شكون اللي قالك من مقصورة على؟ قرأتها في حديث كذا. أسيدك الحديث الفلاني ليس قويا لي 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 ليحجم الآية، ما عندوش في درجة القطعية ديال الآية. فهؤلاء الآن يعبثون بالأحاديث ويجعلونها في درجة القرآن، ويوقفون القرآن على معنى أنهم وجدوا أحاديث يرون أنها أسباب نزول. قد تكون صحيحة وقد لا تكون. ذكرت لكم غير ما مرة في هذا المجلس أن أسباب النزول يكثر فيها الوهم. قاعدة هذه، أسباب النزول ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كل واحد يظن أن هذه الآية نزلت في كذا، ولذلك شاع عندهم أن يكون الآية واحدة ولها أكثر، يقال فيها أكثر من سبب، لها أربعة دي أسباب دي النزول، بل لها ستة دي الأسباب دي النزول. لماذا لها كلها ستة؟ لأن كل واحد كان يظن أن الآية نزلت في فلان. إذن فالحديث ليس قويا، وهو أيضا ليس توقيفيا، هو مجرد اجتهاد من الصحابة الذين شهدوا الوحي. ومع كل هذا أن تريد أن تسلطه على القرآن وتحدد به القرآن، هذا ظلم كبير. هذه واحدة. ثانية، هؤلاء يوهمون الناس بأن كل القرآن له سبب نزول، ما من آية إلا وسلها سبب نزول. هكا يدي يمشي وتلمد عندنا في الثانوي غادي يقراو هذا الشيء، هكا يتصوروه، ماشي تتلمد حتى الكبار الأساتذة اللي ما يكونش الشغل ديالهم غادي يغلطوهم. هذا خطأ كبير. ها، السيوطي وهو من المهتمين بالقضية، من الذين كتبوا، والعلماء ديالنا اللي يخدموا القرآن هم المرجع، ماشي نصر ابو زيد ولا العشماوي ولا كان واحد كان تلف في شي قنتي ولا يتكلم في القران ونطلقوا له لسانه في القران. السيوطي يقول ان الايات التي لها سبب نزول هي بالضبط 888 ايه. شحال؟ اقل، 888 ايه. بمعنى ان الايات التي لها سبب نزول تمثل بالنسبة للقرآن 14%. هو يكذب علينا يقول كل القرآن له سبب نزول. اقرأ باسم ربك، في ما هو سبب نزولها؟
لكن الآية الأولى في القرآن شنو هي؟ اقرأ فاشتبه بالنزول ديالها. واش شي واحد طلبها؟ نفس المجال القرآن تفاجأ به. هذه كان مراد الله أن ينزل القرآن. اقرأ فين سبب النزول ديالها؟ باش قلنا كل القرآن له سبب، لأنها كاين سورنا، سور القرآن غير سؤال وجواب، كانت توقع نازلة هل آية، كانت توقع نازلة هل آية، كانت توقع نازلة هل آية. الإمام الواحدي وهو ممن كتب في أسباب النزول وله كتاب في أسباب النزول، له كتاب معروف في أسباب النزول، رأى أن أسباب النزول الآيات التي لها أسباب نزول هي 573 آية، قل من اللي قال السيوطي. شحال قال الأول؟ 888. هذا قال 573، بمعنى النسبة 7.5%، 7.5%، وباقي القرآن ما عنده شيء سبب النزول. يودع لما كنت تهدروا. إذا كان الواحد يذهب هذا المذهب فيما يكتب في أسباب النزول، إذا كان السيوطي، وهل تتصورون أن من المسلم، شوفوا باش تتصوروا، هل تجدون أيها الناس عندنا نحن في المسلمين كتابا تقص القرآن من أوله إلى آخره مبين أسباب نزوله؟ أرونا هذا الكتاب اللي نقرأه، أعطونا شي كتاب بذل القرآن من الأول تلتلي هذه نزلت في كذا وهذه نزلت في كذا، ما كاينش. فالذين كتبوا في أسباب النزول توقفوا عند الآيات التي ذكرت لكم، ورأوا أن لها أسباب نزول ذكروا أسباب نزولها في الدين وسلم. فلا تجعلوا القرآن كله مرتبط بأسباب النزول، لأن هذه لعبة خاسرة. وإيش نقول لكم دائما؟ أن مشكلتنا أننا لا نقرأ لهؤلاء، خصنا نقرأ ونقرأ ثقافتنا ليكون الجواب واضحا فيما بعد. هذا إذن هو ما يتعلق بأسباب النزول بهذا المعنى. القاعدة التي ذكر هذا المجتهد الكبير أنها من ابتكار وابتداع المسلمين في زمن الانحطاط، ليس ذلك صحيحا. علماؤنا درسوا القرآن ودرسوا الخطاب الشرعي في ارتباطه مع السؤال السابق أو السبب السابق. مبدئيا إذا كان جواب صاحب الشرع، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن سؤال، فالجواب إما أن يكون مستقلا عن سبب أصلا، وإما أن يكون مرتبطا به، جزء الحدث. فإذا كان صاحب الشرع قد سئل فقال له مثلا سائل هل يجوز الوضوء من ماء، هذه أمثلة ديال العلماء في كتب أسباب النزول في علوم القرآن، هل يجوز الوضوء من ماء البحر؟ سؤال. لو وجه هذا السؤال إلى صاحب الشرع، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الوضوء من ماء البحر؟ فيجيبه يجوز الوضوء من ماء البحر، أو هو جائز. شنو النتيجة؟ أن ماء البحر يجوز لكل مسلم أن يتوضأ به، هذا هو المنطق. صاحب الشرع مخبر عن الشرع، سائل لا يسأل عن شيء، يسأل عن الشرع، والمجيب يجيب عن الشرع، إذن فالجواب معروف. لو قال الرجل توضأت بماء البحر فقال له صاحب الشرع يجزئك، يكفيك، فهذا الجواب ليس كالجواب الأول، والسؤال ليس كالسؤال الأول. فهذا قال توضأت أنا، فقال له الجواب يجزئك أنت، فهذا الجواب أساسا خاص بصاحب السؤال، لأنه سيق مساقا خاصا، والجواب كان جوابا خاصا. باقي المؤمنين، باقي الناس، من أين يستفيدون الحكم؟ يستفيدونه بدليل آخر، هو القياس، أن المسلمين ليس لهم حكم خاص في هذا الشرع، أي ما كان يعم هذا المسلم هو الآخرين. أو دليله أيضا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حكمي للواحد كحكمي للجماعة، إذن فتعرف الجماعة أنه يجوز الوضوء من ماء البحر،
فهمت الفرق ما بين السؤال الأول والثاني؟ سؤال سأل سؤالا عاما، هل يجوز الوضوء من ماء البحر؟ الجواب يجوز الوضوء من ماء البحر، فهذا الحكم حكم عام شامل لجميع المسلمين دفعة واحدة. هذا الثاني قال هل توضأت، قال أنا توضأت من ماء البحر، فقال يجزئك يكفيك. إذن فالجواب خاص، السؤال خاص والجواب خاص. فمن أين استفاد الناس العمومة؟ استفادوه من دليل آخر هو القياس، أو هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حكمي للواحد كحكم الجماعة، من هذا الباب، أي ماشي بالجواب الأول اللي كان مثل الحكم بل بدليل ثاني. هذا الحكم إذا وقعت، طبعا في حالة أخرى يكون الجواب تماما مستقلا. هنا لاحظوا واحد القضية لهؤلاء الذين لا يعرفون أسلوب القرآن الكريم، في بعض المرات يقع السؤال أصلا ويثبت السؤال شرعا، يثبت بالنص الشرعي، لكن الجواب لا يتوقف عنده. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير، زيد، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. هل السؤال كان عن من على من ينفق أم ماذا ينفق؟ راكم فاهمين السؤال القرآن؟ السؤال والجواب ماشي بحال بحال. هم سألوا ماذا ينفقون، فأجابهم الله ما أنفقتم من خير كل شيء، ولكن ماشي جاوبهم على ماذا ينفقون، أجابهم على من ينفقون، للوالدين القرابين اليتامى المساكين. انت ماشي غتقبل الوالدين تنفقهم هما، تبيعهم هما تنفقهم هما، لا، أو اليتامى. راكم فاهمين لماذا؟ لأن حكمة القرآن لم تتعلق بالسؤال بل تعلقت على هذا. كان مراد الله أن يبين من الذي يستحق، لا الخير، لأن الخير واسع، الخير كل شيء صالح لأن ينفق منه الإنسان، ينفق من الزمن، ينفق من المال، ينفق من أي شيء، كل ما كان خير فهو صالح لأن ينفق الإنسان منه. ولكن الذي يحتاج الآن بيان هو يسألونك عن إله إلا، قل هي مواقيت للناس والحج، سألوا عن الهلال كيف كان وكيف يذهب الهلال وكذا وكذا، قال الله تعالى فيما ينفعهم، يسألوا قل هي مواقيت للناس والحج، بمعنى أن القرآن الكريم ليس ملتزما دائما بالسبب أو بالسؤال، دائما يحدو حدوه ويجيب عنه ضرورة، فقد يكون السؤال شيئا ويكون الجواب شيئا آخر. هذا في لغة العربي يسمى أسلوب الحكيم، في البلاغة يسمى أسلوب الحكيم، أن يحدثك إنسان في شيء وأنت تجيبه في شيء آخر لحكمة، وهذا يستطيعها الحكماء. أحدهم نمي رفع خبره إلى الحجاج بن يوسف أنه تكلم في الحجاج وكذا وكذا، فقال لأحملنك على الأدهم، أي في الحديد، قال نعم، ومثل الأمير يحمل على الأدهم وعلى الأشهب. قال الأمير أنت تستطيع أن تحملني لعله؟ فالغضب الرجل قال لا، إنه حديد، مش الأدهم الفرس، الأدهم هو، قال أحملنك على الأدهم، شنو هو الحديد تحل؟ قال هو مشال، هو مشال جهة أخرى، مشال الفرس الأدهم. قال له مثل الأمير تتقدر عندك الفرس الأدهم والحمر والكحل وكل شيء عندك. غضب، قالوا إنه حديد، ماشي للحاد الفرس اللي انت. قالوا أن يكون حديدا أحب إلي من أن يكون كليلا، إذا كان يشوف مزيان هذاك الفرس أحسن يكون ما يشوفش مزيان يطيح نبلة، ها؟ فهو يمشي في هذه الجهة الأخرى يمشي. هذه اسمها أسلوب الحكيم، وهذا فيه نبوغ ديال الناس. هذا القرآن فيه أسلوب الحكيم، هذه الآن في المنقرة وفي البلاغات أسلوب، لأنهم يسألونك ماذا ينفقون، أنت ما تجاوبهمش تقول لهم انفقوا التمر وانفقوا الكرموس وديروا الزيت وانفقوا من كذا وانفقوا من كذا، لا، ما انفقتوا من خير بالك، ولكن مشى لهم جهة أخرى، للوالدين القرابين واليتامى والمساكين. إذن فهذا أسلوب، هذا أسلوب الحكيم، هذا أسلوب الحكيم فيه. إذن قلت لكم أرتون أبين بأن القرآن لا يلتزم دائما بسبب النزول أو يلتزم بكذا، بل
القرآن له حكمة أخرى واتجاه آخر يمضي فيه. فقد تقع الواقعة ويجيب عنها القرآن الكريم، لكن القرآن حينما يجيب إجابات عامة أو إجابات مفهومها أن الجميع يمكن أن يستعمل ذلك الجواب، تبقى الأمة دائما مجمعة على هذا. مثلا هذا رجل شك في زوجته أو دخل في بيته فوجد زوجته في حالة من الحالات، لم يكن متيسرا له أن يقيم عليه البينة، لأنه لو ذهب ليطلب الشهود سينفض هؤلاء هذا الشخص وينسحب، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل، قال يرى أهل زوجته على سوء، إن قتلها قتلتموه، إن تركها ترك عاش على مبض، لأنه يرى أن زوجته زانية، هو لا يستطيع أن يقيم عليها البينة، فما الإشكال يطرح؟ هذا هلال بن أمية. فقال له القرآن عندك حل، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. إذن فذكر القرآن هذا الحل الذي هو اللعان، هو يشهد 4 شهادات بالله، أشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين أنها رأى ذلك، ويشهد شهادة خامسة، ويشهد بعد ذلك شهادة خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويشهد على نفسه أنه إذا كان افترى عليها وكذب عليها فالله يلعنه. هو خرج من شهادة، هي تشهد 4 شهادات مناقضة، تشهد ضده وتقول فالأربعة هذه الشهادات بأنه كاذب، هو تبت بأنه صادق ويتشد بأنه كاذب، والخامسة يقول لعنة الله، يتقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. آمد 4 4 وتزيد تكمل هذه لعنة الله والأخرى غضب الله، هي 5 5 هي 10 ديال هذا تسمى حكم إيش؟ هذا هو اللعان في الإسلام، خصكم تعرفوا هذا حكم اللعان. لماذا وضع جعل الشرع هذا الحكم حل لهذه المشكلة فيفترقان؟ ما كانش ما 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 يكونش لا تهمة ديال الزنا، ولا ما عندهش حجة، لأن دليلان تعارضا وتسقطا، هو حلف ويا حلفت وصافي يمشي في حالكم والله يهنيك. وهذا كان حل شرعي في المدونات السابقة زولوه، واللي يقولوا خصنا نديروا لديان، ديروا نشوفوا لان شي واحد كذا ندير لديان، شوف شي الناس هكا كنا نتكلموا معهم في ذاك لديان وراء دليل شرعي وكذا وكذا وكذا، وخصنا اسكتوا علينا وبلعوا فمكم، اسكتوا وبلعوا فمكم من هذا لديان، راكم تنفضحوا، رانا نستعمل لديان راه غادي شي ما يبقى يشوف في شي. شوف الناس فاهم فيهم كيقولوا مزيدين هذا ديروا لديان، اسكتوا بلعوا فمكم اسكت، واش كان يخلي زوجته في شاطئ ديال البحر يمشي ديال لديان، هو المدينه وخيا قال لك يقولوا يا الضروت وعريانه وكذا، ومن بعد يقولوا نمشي لا نديروا لديان، ندير لديان غتجبر كل شيء ديالك، داك خاسر داك الهم ديالك سطر وسكت وسطر. فالشرع اراد، وهذه القضيه هذه من حكمه الشرع، الشرع اراد للعان ان يكون سبب الفراق لحمايه للابناء، وحنا نعرف في الناحيه الشرعيه، الناحيه الشرعيه أن الرجل لا يستطيع أن ينتفي من اللعان من الولد إلا باللعان، ما يستطيعش كي يكون يولد له الولد في الفراش ديالو، ها وخمش يولده مشي كده، عنده الحل هو اللعان فقط، وإذا ما استطعش اللعان راه باقي الولد يحتسب عليه. اش تبغى ندخلوا في مسارب أخرى؟ علاش نقلعوا هذه؟ غير أن اللعان جاء في القرآن، هذا السبب. هذا الشيء والناس ماشي مزياني، واحد يقول ايوا نديروا الناس يحلفوا ما بقات لهمش الدين، شي واحد ما بقاوش يخافوا الله، بكري كانوا الراجل يحلف على كذا ويخلف، ياك راه كذاب كذاب كذابه وكذابه كذابه، اش بغيت تدخلك انت هادشي؟
راه ما جوج كذبوا باش تخليك انت الشرع عطاهم داك الحل باش ولا. ومن بعد الناس يشوفوا يقول انا وراك تسمعوها ايوا هذا اليمين كان قبل ما كانوا الناس تقياء والناس كذاك يا سي. مازال الناس في المحكمه يقولوا جوجور فرنسا يزيدوا تحلف واحد هذو اللي ما يعملوش بالله راه ما يحلفوا. وفي امريكا مازال يحلفوا ولما داروا الانتخابات ديال سميتو اختلفوا غير علاش يحلفوا واش يحلفوا على الانجيل على غير حنا اللي سبقنا كل شيء بغينا نقلعوا الحلف نقلعوا اليمين نقلعوا كل شيء لاننا سبقنا حنايا حداثيين اكثر من كل شيء. مازال في امريكا راه ما يحلفوا على الانجيل راه ما يدخل البرلمان كشفتوا من المره الماضيه في القسم على البرلمان واش يقسم على الانجيل ولا على كذا ولا ويقول لك بان هذاك القسم ليس دستوريا تعرفوا بان ماشي مفروض دستوريا ومع ذلك يتمسكون به. الناس هذو اللي يحترموا الديانات ديالهم اللي غادي ينتصروا فيما بعد هما اللي يحترموا الدين. اما اللي ما عندهم حتى شي شغل غير يلعبوا في الدين ديالهم كل نهار اللي حلال يردوا حرام اللي حرام يردوا حلال هذوك ما عندهم شغل هذوك خدمتهم هو الاحتيال على الدين. إذن فهذا الحكم كما قلت حكم وقع عليه شخص معين ثم جاء الحكم قال والذين يرمون أزواجهم ماشي قال والذي والذين فكأن القرآن انتقل من الفرد إلى الجماعة وما يقول وفلان له حكمه كذا والذين يرمون وفي آية الظهار والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إذن فهؤلاء فهذا القرآن يعتمد العموم ومع ذلك نقول نحن إن هذه القاعدة وضعها الفقهاء. هل الفقهاء وضعوا العموم في القرآن؟ هذا النص القرآني فيه الذي ألا تعرفوا ألفاظ العموم في القرآن؟ هل كان بعيدا في علم الله تعالى أن يضع والذي فعل كذا وكذا؟ في بعض المرات تنزل الآية مخصوصة على شخص ونرى العموم واضحا. ولا تطع زيد كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. كان شخصا واحدا ولكن القرآن قال كل همام كل مهين كل. إذن فأنت تلاحظ كأن القرآن يؤسس لشريعة الأمة. إذن هذه واحدة. الأمر الثاني ردوا بالكم إذا كان اللفظ أصلا عاما وتصيره للفرد الواحد أي جعله خاصا بالواحد هذا خاص تخصيص لا اللفظ في عبارته أي الألفاظ في طبيعته الذي من ألفاظ العموم الذين من ألفاظ العموم جعله خاصا بشخص واحد أو بزمن واحد هذا تخصيص. وهل يصح التخصيص بغير دليل؟ نحن لا نخصص بغير دليل. إذن الآيات في العموم والعموم متبادر العموم على أصله. فإن أردت أن تخصص الفقه إذا أيها المجتهد أعطينا دليل التخصيص ماشي تقول أنت في واحد المكتب ديالك كنت مشوش وسكران وتقول لهم لا القرآن في هذه الأشياء يجب أن يحمل على الحالات التي وقع فيها. العموم نص شرعي من تصرف في عموم القرآن فقد هجم على القرآن. كيف يستطيع الإنسان أن يخصص القرآن فقط لأبواب تخصيص في القرآن في أصول الفقه معروفة ولكن ليس من قبيل التخصيص التشهي وغير إحنا لا ما بغيتش هذيك شي واحد ما تعجبوش شي حكم يبقى يخصصه براسه هذا اللي قلت لكم مرة يمشي شي واحد عنده طلق زوجته طلقها الأولى والزوجة والثالثة ومشى عند شي فقيه في البادية يقرأ له في الكتاب يقول له شوف هذا الفقيه قولوا صافي راه طلقت الاول والجوجه حتى طلق المراه ديالك صافي راه حرمت عليك. قول شوف واش دايرين فاطمه مرتي تما كلها خصو حتى يقول له داك الاجبر في الكتاب اللي فاطمه مرتو راه مطلقه عاده باش ما زعما لا ما كاينش راه مازال الحكم راه ماشي قابل اش باغي انت تخصص في المساله اللي عامه فهذه مساله عامه وهذا كلام عام لا يخصص إلا بالدليل. هذا الدليل هذا القول الثاني أي الرد الثاني. الرد الثالث شنو هو؟ أن الأمة الإسلامية ابتداء زمن الصحابة أعملت كل هذه الآيات التي قيل بأن لها سبب النزول فكل ما كان يقع لإنسان هذا الحادث كان يرجع إلى اللعان.
ما قال أحد من المسلمين أن الآية انتهت بهلال بن أمية، أي 15 قرن والأمة ترجع إلى هذه. منذ 15 قرنا كلما ظاهر رجل زوجته قلنا له ها هو الحكم. كتب الفقه مؤسسة على هذا الأساس، باب اللعان دليله قول الله تعالى والذين يرمون كذا كذا ونذكر له وشروطه كذا وكذا. إذن هذا الناس المجتهدين اللي يقولوا بأن هذه الآيات وقعت في زمن مخصوص ويجب أن تبقى في زمن مخصوص، فهمتوا أنتم أحسن من الصحابة، أحسن من التابعين، أحسن من جماهير الأمة، علاش هذا؟ هل من المنطقي، هل من الموضوعية، هل من العلمية أن يقف الرجل البعيد البعيد عن تخصص من التخصصات ليفرض رأيا شاذا على جماهير الأمة ليقول الأمة أنا أفهم أكثر؟ إذا كنا نتحدث عن استبداد سياسي، هذا استبداد علمي، هذه مصادرة للأمة التي اجتهدت كلها. ما كانت الأمة مخطئة وهم عرب وهم كانوا خلصا وهم تفرغوا. إذا كنت تفهم هذا في باب اجتهاد، ما لم يفهم الشافعي ولا مالك ولا أحمد بن حنبل ولا أبو حنيفة ولا ابن القاسم ولا ولا ولا، كيف تتصور نفسك؟ كيف تصور زعما فرقت عن نفسك أنت في الثقافة؟ فين؟ ما الذي أعطاك كل هذه الجرأة وهذه السلطة أن تتحكم في النص القرآني بهذا الأسلوب؟ أي لا أنت يساند، لا العلم يساندك، لا الحقيقة تساندك، لا عندك أخلاق العلماء، ولا أنت تذكر الحقيقة كما هي حينما تذكر الناس بأن كنا القرآن كله لأسباب نزول. إذن فهذه افتراء كبير على القرآن، أنا أوضحته بهذه المسألة هذه لأنني أحب من كل واحد منكم أن يفهم هذا، لأن هذا حديث الآن ستجدونه في الصحف، في الجرائد، في المجلات، في الفضائيات، أصبح الآن هو الأسلوب المحبب لتحجيم القرآن ولضربه. كأن الناس يقول لكم السي هذا في القرآن رفضينا منه، انتهى من القرن الأول ما بقت العمل به، صافي دبروا على رأسكم. ولذلك سيأتي وإن شاء الله نذكره في الدرس اللاحق، سيأتي من يقول إن هذا التشريع الذي هو تشريع انتهى مع زمنه، وإن النظام الذي جاء به، وإن كل هذه المفاهيم هي مفاهيم تاريخية. سيأتي أناس آخرون ليقولوا، شوف الكلام هذا، عقلوا هذا الكلام هذا اللي نذكره، الخطاب الإلهي خطاب تاريخي. فهمتوا واش معنى تاريخي؟ كاين شي واحد ما فهمش شنو هي تاريخي، حسبوا راه يمدح القرآن. وخطاب تاريخي ليس فيه ليس فيه شيء مغاير أو مباين، فيه معنى الثبات أو إطلاقية المطلق. هذا كلام ديال أبو زيد، نصر حامد أبو زيد، بمعنى نصر حامد أبو زيد اللي افتوا فيه العلماء وطلقوا له زوجته في مصر، بمعنى أن القرآن في العقائد ديالو، بالقيم ديالو، بالأخلاق ديالو، بالتشريع ديالو، ليس فيه شيء هو مطلق، إنما هو خطاب ياش شنية تاريخي يصلح لمرحلة. ماشي لا بقى حسب كون التاريخي شي حاجة مزيانة نقولوا اوه هذا عمل تاريخي هاد شيرال، لا ماشي ذاك المعنى، تاريخي يصلح لمرحلة معينة. وذلك هما أسلوبهم في التفسير اسمه أسلوب التاريخي أو التاريخاني أو التاريخانية. هاد الشيء اللي يقولون هاد الناس اللي يجوا الآن من أوروبا ولا يتكلمون على هذا، هو الكلام ديالهم. ماشي التاريخي بمعنى أن كل شيء انتهى، فلا المفاهيم تبقى مأخوذة من القرآن، ولا التشريع يبقى مأخوذ من القرآن، ولا النظام يبقى مأخوذ من القرآن، بل حتى العقيدة، هات العقيدة التي جاء بها القرآن هي عقيدة تاريخية تناسب فترة معينة من تطور البشر، تناسب الفترة التي كان فيها العرب مرتبطين بعالم السحر والكهنة. ولذلك هؤلاء يقولون كفرا، هذا الناس لم يقولوا الكفر البواح، ولكن نحن لا نقرأ لهم ولا نجيبهم، ويتحركون في الساحة كما يشاءون. نحن الآن لا تشوفوا شيء مسلمين فاش يتكلموا، هذا خطير، هذا شيء تدمير. هذا أين لما يتكلمون الناس في بعض الجزئيات الصغيرة، أين قيمة هذه الأشياء مما يقال؟ ولنتصور أن هذا يكتب في الصحف السيارة وفي المجلات وفي الجامعات، وأن هذا الكلام يروج، هذا سيسبب فيما بعد مشكلة،
مشكلة كبيرة جدا. علماء الإسلام والأمة الإسلامية كانت دائما ناضجة وكانت تجيب أقل من هذه الافتراءات كانت ترد عليها، كانت ترد عليها. ولكن هذا الآن وجب بيانه، وجب الإشارة إليه. إن شاء الله يكون إن شاء الله الدرس بعد الأسبوع المقبل إن شاء الله ننهي إن شاء الله هذا الحديث عن هذا المسار، المسار التاريخية والعلمانية كذلك، سأذكرها إن شاء الله فيما بعد، على أساس أننا نفهم هذا الدين، وأنه الدين الذي يجب أن يستمر دينا للبشرية، دينا موجها، دينا مسيرا ضابطا لحركة المجتمع، وليس دين في الزاوية، وليس دينا محال على التاريخ أو على الماضي، بل لابد أن يبقى هذا الدين ودين البشرية هو دين الحاضر والمستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.